معكم عليا عريبه، طالبه بمركز التكوين المهني بقلعه سراغله. هذا العام لنا الشرف ان نكون نمثلوا التكوين المهني في الدوره الثانيه من الملتقى الطالب في قلعه سراغله. التكوين المهني هو انستيتيوشن اللي فيها مجموعه ديال الشعاب اللي كتميز بالناس اللي عندهم كتفتح المجال الناس اللي عندهم الباك انهم حتى هما يتقيدوا فيها يقراو فيها، والناس اللي نيفو باك وحتى اللي ما سهلش عليهم الله انهم يشدوا مثلا السلك الاعدادي ولا السلك الابتدائي. وشكرا.